قعدنا سنه. ايه السبب في كده؟ بص، هو السنه دي احنا اصلا ولا نزلنا اوديو ولا نزلنا فيديو، فضلنا قاعدين بنحضر الالبوم. الالبوم ده جه بعد تحضير كبير لي، رحنا صرفنا نظر عنه، هدينا المشروع دوت، ورحنا بدانا تاني في نص الطريق، في نص الطريق بالبوم تاني اللي هو بقى هتسمعه اللي هو قول يا رايق ده. فالالبوم ده تعبنا فيه، وقعدنا طول السنه دي مش عايزين نعمل اي حاجه غير ان احنا نثبت ان الالبوم ده غير اي حاجه، ده تطور حقيقي للصواريخ. التاخير ما كانش هيوصل لسنه، التاخير كان هيبقى في العادي بتاعنا، احنا بنحب نعمل كل 6 شهور ننزل ميني البوم 5 اغاني 6 اغاني 4 اغاني، وبقيت الست شهور بنقوم منزلين مثلا 2 سنجل او 3 سنجل. فالخطه اتغيرت وقت النزول، حسينا ان مش هم دول الصواريخ قوي، او مش هو ده اللي احنا عايزين نقدمه دلوقتي، مش هو ده الوقت المناسب للي احنا عاملينه. فبلان بي على طول كده، كان في بلان بي وخدت مننا وقت طويل، فعشان كده دخلنا في السنه. كل فيديو كليب انت بتعمله بيبقى بشكل مختلف، ازاي بتقدر تعمله ده؟ اللي ورا ده شركه اون اير، شركه الانتاج، هي دي اللي حققت المعادله لينا الجديده، في حيث بقى الصوره، الالوان، الستايل عندنا. الناس اللي احنا بقينا نشتغل معاها، بعيدا عن ان احنا كنا بنشتغل مع شركات تانية كتير، او حد كان بيخش معانا في الانتاج او في البرودكشن في تصوير حاجه، بدا ان الناس دي ما تبقاش ناس مجرد ان هي بتيجي تعمل شغل للشغل وتمشي، لا، هم ناس شغالين بيحبوا الموضوع، بقى بروفيشنال اكتر، بقى في شكل احسن. الناس يعني اللي شغاله الكرو كله تمام، الكرو كله ناس كرييتيف متعاونين مع بعض، بيقولوا لنا على افكار جديده، بيحبوا لنا حاجات جديده، ومش لوحدنا، لكل الناس اللي شغاله مع اون اير كمان. ممكن يا عالم ما تعرفش، احنا ما نعرفش بكره في ايه. ايه هواياتك المفضله غير الرسم؟ انا بحب الكوره، انا بحب الرسم. هي والله القرارات كلها بتبقى لصالح النقابة، لسه ما شفتش قرار ممكن يكون في صالحنا، بس اكيد يعني هو بيبقى شايف لي نظرة غيرنا، او احنا كشباب ممكن يكون لنا رأي، بس هو بيبقى شايف الموضوع بوجهة نظر تانية بشكل اكبر، عليه حاجات اكتر مننا، اكيد بيبقى عايز يحكم باحسن حل لي ولينا. فلحد دلوقتي تمام، هو مش مضايقنا في حاجه، ولا احنا متضايقين من كل القرارات اللي هو خدها لحد دلوقتي. شفنا ويجز في كاس العالم، ايه رايكم ممكن تشوفوا قريب ان شاء الله؟ ان شاء الله، ان شاء الله طبعا يا عالم، ممكن نروح فين؟ ومبسوطين طبعا لويجز ان هو عمل ده اكيد. تراك سلامتك يا دماغي، ممكن تكلمونا عنه؟ تراك سلامتك يا دماغي ده تراك مجنون، وبنقول بالبونت العريض سلامتك يا دماغي، من الناس العاديه الحياه البسيطه خالص للحياه الفيجوال، ان انت تبقى بني ادم طبيعي وفجاه تشرب مشروب طاقه، مشروب طاقه ده يوديك في حته تقول فيها سلامتك يا دماغي بجد. فبالنسبه لنا ده مشروع كان كله فيجوال. التراك ده هتلاقيه في المود بتاعه، هو اكتر حاجه الصواريخ كده، انا حاسه شخصيا. مطرب او فنان يتظبط يتعاونوا معاك مستقبلا؟ ناس كتير، في ناس كتير في الخطه، مفيش حد يعني نقول لك عليه بعينه، بس في ناس كتير في الخطه، وان شاء الله في الفتره اللي جايه هتشوف فتات وتعاونات مع ناس مختلفه كتير في انواع مزيكا غير المهرجانات. شكرا ليك جدا، شكرا ليك جدا، احنا انبسطنا بيك جدا.